أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الأشخاص إذا طلب منهم أن يسألوا أهل العلم بعض المسائل قالوا لا حاجة لذلك، ويتحججون بقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ولماذا لا يحتجون بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لأن هذه آية عامة وباقي العمل بها. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، هذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. لا يسأل الإنسان عن شيء سكت الله عنه خشية أن ينزل شيء يحرمه، هذا وقت التشريع وقت نزول الوحي. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرر الشريعة وكمال الشريعة، فالسؤال مطلوب: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كون الإنسان يبقى على خطأ يقول: ما أنا بسائل أخافي قال لي هذا حرام، تبقى على الحرام، يجوز لك هذا أنك تبقى على الحرام؟ فما يجوز ولا يقول به أحد. فيجب أنك تسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم.